للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. دكتور كريم، يعني ختام فعاليات أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة والكثير من المجالات التي بها التعاون ما بين الدولتين الشقيقتين، يعني كيف ترى هذا التعاون بمجالات المختلفة ما بين مصر والأردن؟ طبعا بالفعل يعني مجموعة من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية التي تجمع بين الدولتين في أكثر من مجال، يمكن كان على رأسها التعاون في مجال التعليم وأيضا حتى في مجال الصحة. طبعا يعني كما هو معروف أن يمكن يعني الأردن من الدول التي لديها باع كبير في صناعة الأدوية واللقاحات والأمثال، وأيضا الدولة المصرية يعني تسعى بكل قوة أنها تكون إحدى المراكز المهمة لإنتاج الأمثال واللقاح ليس فقط في أفريقيا ولكن حتى في الشرق الأوسط. أيضا على الجانب الآخر حتى يعني يمكن أن في خط توصيل الغاز الطبيعي إلى الأردن اللي بيغطي يمكن أكثر من نصف أو نصف تقريبا احتياجات الجانب الأردني، سواء كان لمحطات توليد الكهرباء في الأردن وأيضا حتى على جانب الاستهلاك الشخصي أو استهلاك المنازل. كمان أيضا يأتي على الجانب الآخر يعني في اتفاقيات شراكة مشتركة أو نقول تحالفات مشتركة تقام بها الجانب المصري والجانب الأردني لعملية إعادة تعمير العراق أو رفع كفاءة وصيانة معامل التكرير والمصانع العراقية. يعني في أكثر من مجال وفي أكثر من قطاع حيوي هام يتعاون فيه الجانب الأردني والجانب المصري. نعم، ليس فقط على المستوى الاقتصادي لكن أيضا تطابق المواقف في المجال السياسي. برأيك كيف تضفي هذه المواقف المشتركة وهذا التعاون الاستراتيجي ما بين البلدين على تحديات يريد العالم العربي التغلب عليها؟ يعني طبعا في مواقف طبعا مشتركة في التعامل مع القضايا العربية، المواقف العربية والقضايا العربية الشائكة على الساحة، وأيضا قضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب والتطرف، كل دي نقدر نقول عليها ملفات مشتركة. يعني في تنسيق واضح وعلى أعلى المستويات بين الجانب المصري والجانب الأردني في السنوات الأخيرة، وطبعا يعني التنسيق كان سياسي واقتصادي ودبلوماسي، أن يكون لمصر والأردن موقف واحد في التعامل مع القضايا الملحة سواء على المستوى الإقليمي وأيضا حتى على المستوى الدولي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي.